صباح الخير متابعينا في المملكة، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. بعض من المناطق تشهد يوما ماطرا بامتياز. هذه الحالة المطرية إن شاء الله مستمرة معنا، تمتد إلى مدينة جدة على شكل تخريج بحرية لزخات من الأمطار الرعدية، ومن المتوقع أن يسود طقس بارد في مناطق المدينة المنورة حائل أجزاء من الحدود الشمالية بالإضافة إلى الأجزاء الشمالية من القصيم. متوقع امتداد الأمطار في وقت لاحق من نهار هذا اليوم إلى الأجزاء الشمالية الشرقية من حفر الباطن وأيضا رفحاء وأجزاء أوسع من القصيم بمشيئة الله تعالى، مع استمرارها أحيانا بغزارة على المناطق الساحلية للمدينة المنورة وأيضا جدة. أما بالنسبة للعاصمة الرياض فالأجواء اليوم مستقرة إجمالا، تكون درجة الحرارة العظمى اليوم 19 درجة مئوية في ساعات النهار، والأجواء غالبا صافية بشكل عام في ساعات نهار هذا اليوم. أما بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى الليلة القادمة، نبدأها شمالا من سكاكا تكون من 12 إلى 5 مع أجواء مع فرص لبعض الأمطار، 9 إلى 4 مع فرص الأمطار، ولكن نلاحظ انخفاض درجات الحرارة في ساعات الليل. تبوك أجواء غالبا غائمة من 14 إلى 7 درجات مئوية. المدينة منورة زخات رعدية من الأمطار من 24 إلى 15، أمطار رعدية متوقعة استمرارها في جدة من 35 إلى 23 درجة مئوية، مكة المكرمة فرص لبعض الأمطار من 33 إلى 22، وفي الطائف من 23 درجة مئوية في ساعات النهار، بينما تنخفض الصغرى إلى 13 درجة مئوية. المناطق الجنوبية في أبها 22 إلى 10، في جازان 29 إلى 26، وفي الباحة من 20 إلى 11 درجة مئوية. في الإحساء تكون العظمى اليوم من 20 إلى الصغرى الليلة القادمة 11 درجة مئوية، في الدمام من 21 إلى 16، أما في حفر الباطن من 12 إلى 7 درجات مئوية مع فرص لزخات من الأمطار كما ذكرنا تمتد لاحقا هذا اليوم. وبالنسبة للمناطق الوسطى العاصمة الرياض الأجواء مستقرة 19 إلى 8، أجواء باردة في بريدة من 15 إلى 6 درجات مئوية مع فرص لبعض الأمطار، وفي حائل يعني بعدما شاهدنا ما حدث الصباح هذا اليوم يتوقع أن تستمر فرص الأمطار التي قد تكون متجمدة أحيانا في ساعات النهار مع عظمى فقط 8 درجات مئوية، لكن تتحسن الأجواء في ساعات الليل القادمة من حيث درجات الحرارة وتكون الصغرى 6 درجات مئوية كحد أدنى بالمقارنة عما كانت عليه طبعا الليلة الماضية التي سجلت بها درجات متدنية للغاية. هذا كان كل لدينا بشأن الأحوال الجوية لنهار هذا اليوم. أتمنى لكم طبعا جميعا نهار سعيد أينما كنتم، دمتم بخير، إلى اللقاء.